حتى لا تغيب الحقيقة تحت أنقاض الدمار، وحتى لا يقتل المدنيون مرتين، مرة بصواريخ الميليشيا ومرة بإخفاء ما وراء الجريمة. قامت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان بعد أسبوع من مجزرة سوق الباب الكبير في تعز بنزول ميداني إلى السوق للتحقيق في حادثة المجزرة الدموية التي حدثت هناك، ومعاينة مسرح الحادثة والاستماع إلى الشهود وتوثيق شهاداتهم، وكذا الاستماع إلى بعض الجرحى الذين أصيبوا في الحادثة. ومن ثم بعد ذلك سوف تكون استخلاص النتيجة والنتائج بالأحداث التي طالت المدنيين في محافظة تعز، لا سيما في مناطق الأسواق الشعبية، الباب الكبير، المظفر، شارع 26. بعد الانتهاء من النزول إلى مكان الحادثة، انطلق أعضاء اللجنة إلى مستشفى الروضة للاستماع إلى شهادات الكادر الطبي الذي استقبل تلك الحالات. وهناك أكد عضو اللجنة استمرارهم بتلك التحقيقات ورصد الجرائم والانتهاكات والإفصاح عن نتائج التحقيقات في مؤتمر صحفي سيجرى انعقاده بعد 3 أيام. هذا أول نزول ميداني تقوم به اللجنة إلى تعز، وبالتأكيد هو التحقيق في واقعة مجزرة الباب الكبير. وبإذن الله اللجنة نزلت إلى هنا وتقوم بالتحقيقات، وإن شاء الله بعد استكمال التحقيقات سيكون لنا لقاء معكم ومؤتمر صحفي لإظهار ما تم التوصل إليه. قد تقتل الصواريخ المدنيين، ولكنها غير قادرة على قتل الحقيقة وطمس آثارها.